شكرا للزميل ضياء طلف على هذا التقرير، على الرغم انه كثير جوعنا وشفنا هذا التقرير الرائع عن القطايف، يعطي الف عافيه. اكيد مشاهدينا الكرام ننتقل لموضوع هام جدا وموضوع الوقت، اداره الوقت. نسمع كثيرا بموضوع اداره الوقت، كيف ندير الوقت؟ ماذا نعني باداره الوقت؟ هذا الموضوع اليوم نناقشه مع المستشار اول في اداره المشاريع الاستاذ فهد سعد. اهلا استاذ، وكل عام وانت بالف خير ومنورنا. منور بوجودكم اكيد، وكل عام وانتم بخير والمشاهدين بالف خير ان شاء الله، وينعاد علينا بالسلامه. علينا وعليك ان شاء الله استاذ فهد. خلينا بالبدايه نوضح للمشاهدين ماذا نعني باداره الوقت. تمام، هو في الحقيقه يعني التسميه يمكن مش دقيقه، لانه الوقت لا يدار. الوقت ماشي صح، ماشي فينا وبلانا، هو تايم لاين. ما بنقدر نوقف الوقت احنا، او ما بنقدر نرجعه للورا. صحيح، هو فعليا كالسيف بالضبط. فهو فعليا احنا بندير نفسنا، بندير تعاملنا مع الوقت، بننظم تعاملنا مع الوقت. فانا بحب اصلا اسميه استثمار الوقت او استغلال الوقت. تمام. ففي يعني بعض الاساليب والاشياء اللي ممكن الانسان يتبعها بحيث انه يستثمر وقته بشكل افضل، بحيث انه يحقق النتائج اللي هو بده اياها من الوقت اللي بده يصرفه في شيء معين. تماما. يعني هل من الممكن ان ندير الوقت؟ كيف نحن ممكن ندير وقت؟ كيف ممكن يعني يكون في استثمار للوقت بشكل صحيح؟ تمام، هي كل شيء طبعا يتمحور حول التخطيط المسبق. بالضبط. فاول شيء احنا لازم نكون عارفين حالنا ايش بدنا نعمل. أنا عندي والله مهمة بدي أعملها، بدي أكتب قصيدة شعرية مثلا، فأنا بحدد الهدف تبعي بالضبط بشكل واضح، أنه أنا بدي أكتب قصيدة شعرية ولازم أحط لها وقت، تايم فريم، أنه في نهاية الشهر القادم مثلا لازم تكون القصيدة اكتملت. تمام. لما يكون عندي عدة مهام لازم أنا أعمل أولويات بينهم وأشوف إيش الأشياء اللي أولى من الأشياء الأخرى، حتى انا ما اصرف وقتي على اشياء ما بتحقق لي النتائج اللي هي قريبه الامد او الفعاليه اللي انا بدي اياها. طيب خلينا نتحدث عن يعني كيف مثلا ممكن نعد خطه. يعني مثلا اليوم انا عندي وقت زائد ومثلا ما عارفه كيف استثمر او كيف اديره، فخلينا نتحدث انه كيف ممكن نبدا بالتخطيط، كيف نعمل خطه. اليوم مثلا لازم اعمل جدول للمهام اللي ممكن اني اسويها حتى انه انجز بهذا الوقت. بالضبط، هو زي ما تفضلتي حضرتك فعلا يمكن انه نعمل احنا قائمه بالمهام اللي انا بدي اعملها اليوم مثلا او بكره. هذا يمكن نقطة البداية، واللي هو بداية التخطيط تبع إدارة الوقت أو استثمار الوقت. فأنا بعمل قائمة بالمهام اللي بدي إياها، بعدين بعمل prioritization أو أولويات بين المهام هاي، أي لازم يسبق الآخر، لأنه ممكن يكون في اعتماديات على أشياء أخرى. أو في أشخاص بيستنوا مني مثلا نتائج معينة للمهام هاي. بعدين لازم أنا أحط خطة ل إنجاز المهام، يعني إيش الخطوات اللي أنا بدي أعملها حتى أنجز المهمة هاي. وبساعدنا كثير طبعا أنه نوثق، نسجل الأشياء هاي، نكتبها على ورقة، ما نخليها بس في راسنا، لأنه الإنسان يعني مرات بينسى، مرات بينشغل كذا وأشياء زي هيك. فحلو أنه نكتبها. نعم. ونرتبها، نرتب أفكارنا ونرجع لي اللي إحنا وثقناه أو اللي إحنا كتبناه على الورقة. تمام. بحيث إنه نتبع الخطة هاي بالتفصيل وبإتقان. تماما. كثير بنسمع من الأشخاص بيتكلموا نحن ما عندنا وقت، حتى يعني ما عندي وقت أكل، ما عندي وقت إني أشتغل، ما عندي وقت إني أخطط، ما عندي وقت إني أسافر. يعني هذا الموضوع ضيق الوقت، يعني أسباب ضيق الوقت عند بعض الأشخاص. تمام. الأسباب والله عديدة هي فعلا. في منها أسباب بتكون يعني خارجية أو اعتمادياتنا، وإحنا اعتمادنا على أشياء أخرى أو أشخاص آخرين في إنجاز بعض المهام في الوقت المناسب حتى إحنا نكمل شغلنا أو شيء زي هيك. وفي أشياء بتعتمد علينا إحنا، أسباب من ضمنها إحنا، منها إنه إحنا ما بنكون عارفين بالضبط إيش اللي إحنا بدنا نعمله بالتحديد، ما بنحدد هدفنا.
فلما نعمل احنا قائمه زي اللي بروح على السوبر ماركت بده يعمل بده يشتري اغراض، لو راح من غير قائمه الشوبينج يعني غالبا يمكن راح يلم نص السوبر ماركت ويروح. نعم بالضبط، فهي اهدار للوقت واهدار برضه للميزانيه. لكن لو كان معاه قائمه ومشى عليها بالضبط بالضبط هي شو هي اللي بده اياها اشياء بده اياها وعارف اماكن تواجد وعارف اماكن تواجدها. ثانك يو فيري ماتش. هي نقطه كثير حلوه، لانه السوبر ماركت بالذات اذا كان كبير انت ممكن تضلك رايح جاي فيه فعلا بتضيع وقتك. صحيح. اكثر، لكن لو انت عارف وين اماكن الاشياء اللي بدك تاخذها ورتبت القائمه تبعتك للشوبينج بحيث انك تدخل من اتجاه واحد وتطلع من الاتجاه الثاني انت ممكن تختصر يمكن نصف الوقت في انجاز المهمه هاي. جميل. طيب خلينا نتحدث انه بالمقابل ناس تعاني من انه عندها وقت فراغ كبير، يعني عندها ناس عندها ضيق في الوقت وناس عندها وقت فراغ كبير ما عارفه مثلا بشنو انه تقضي، طيب يعني كيف انه ممكن نستثمر بهاي الحاله؟ فعلا هم في ناس يعني يمكن عندهم نعمه الوقت الفائض او الزائد ويمكن عدم استثمار الوقت الفراغ او الفائض أسوأ من انه احنا نهدر الوقت المهم اللي احنا بنكون مشغولين فيه. احدى طرق الاستغلال الوقت الفراغ انك تعمل هوايه، قراءه مثلا، رسم، تعمل لك شيء مثلا تطور من نفسك من مهاراتك، تحفظ لك سورة من القرآن، تعمل أي شيء أنت حابب، تتعلم لغة جديدة مثلا. هذا كله أنت ممكن تشغل وقتك فيه. نعم. فبتبعد عن الملل. وطبعا برضو في النهاية بتطلع بنتيجة يعني إيجابية، بتكون طورت أنت من نفسك أو حتى فت غيرك بالأعمال التطوعية، بالمساعدة الغير وأشياء زي. تمام. خلينا نتكلم على أرض الواقع، يعني 24 ساعة هو اليوم عم يكون، يعني بعض الأشخاص ممكن بياخد أكثر من 10 ساعات هو نوم بيكون عنده، والبعض الآخر ممكن يكون عنده ساعات عمل وغيرها. كيف بدنا نقسم 24 ساعة بشكل عام بين النوم بين الشغل بين الحياة الطبيعية؟ طبعا بتختلف من شخص لشخص. يعني في أشخاص يمكن ما بيحتاج أكثر من 3 أو 4 ساعات نوم فقط، فهو فعليا يمكن طبيعة جسمه بتساعده أنه بالكم القليل هذا من عدد ساعات النوم يكون منتج ويكون نشيط، وأشخاص ثانيين بجوز بتحتاج ساعات أكثر. يمكن المعدل هو من 7 إلى 8 ساعات المعدل الطبيعي أو الصحي يكون الناس الشخص نام وارتاح، وزي ما أنتم عارفين طبعا نوم الليل أحسن من نوم النهار، فهذا برضو بيخضع لتنظيمك انت ليومك او لوقتك انه تنام في موعد محدد بحيث انه جسمك يرتاح ويأخذ القسط الكافي من الراحة، بتصحى نشيط، بتروح على عملك. العمل يعني تقريبا 8 ساعات برضو هي الوظائف عادة، الا اذا كان انت عندك عمل غير بيتطلب ساعات مطولة او شيء زي هيك، فبتحتاج يمكن تقسم وقتك الى فترات عمل بينها راحة بحيث انك تستعيد نشاطك او شيء زي هيك. بس كيف ما احنا نظرنا لها، فعلا لو احنا نظرنا للوقت اللي بنستهلكه في اليوم احنا بنضيع وقت كثير على اشياء احنا بنسميها مضيعات الوقت او تايم ويسترز، زي مثلا التليفون او الانترنت او حتى التلفزيون. يمكن لو ندقق شوي بايش احنا بنمضي وقتنا حنحصل انه في وقت كثير مهدر من دون فائدة. شاشه التلفزيون من غير فائده بالضبط. فبيساعدني جدا انه انا اصير احط نفسي برنامج انه في اليوم مثلا انا راح اتفرج على التلفزيون ساعه واحده فقط مثلا على برنامج معين او برنامجين، ساعه او ساعتين مثلا انترنت، واحدد ايش هي الساعات، فعلا اعمل انا جدول وبروجرام واتبعه. حلو. طيب خلينا مثلا نطبق هذا الشيء على أرض الواقع. اليوم الموضوع الأبرز عند الناس هي موضوع التسوق، كيف ندير وقتنا في عملية التسوق، ما نهدر الوقت الزيادة خصوصا النساء يعني في التواجد في الأسواق؟ هاي مهمة جدا النقطة، بالذات انه يعني يمكن الاسواق حاليا مكتظة ومزدحمة والشوارع، وهاي بتزيد من التوتر عند الناس والعصبية والاشياء وازمة سير وحوادث. فمهم جدا انه الشخص اللي بده يتسوق يكون عارف حاله شو بده يشتري اول شيء، يكون محدد الهدف. فاحنا رجعنا كمان مرة لفكرة تحديد الهدف، انا ايش اللي بدي اشتري، بدي اشتري بدلة، بدي اشتري حذاء، بدي اشتري فستان، ايش ما كانت بكون عارف ايش بدي اياه. وبفيد طبعا
طبعاً أنه أنا أعرف من وين أروح أشتري، مش أنه أروح أفتل السوق كله وأنا محتار وأشوف وأطلع وأشياء زي هيك. نقطة مهمة جداً في حكاية التسوق بالذات لفترة العيد مثلاً أو لفترة رمضان، لما يقترب شهر رمضان بنحصل برضو الأسواق المواد التموينية بتكون مكتظة. ليش ما إحنا نخطط مسبقاً؟ إحنا عارفين إنه العيد جاي جاي. طيب أنا إذا أنا محتاج كسوة عيد ولا محتاج حلويات وكعك ومعمول والأشياء هاي كلها اللي إحنا بنشتهيها بالعيد أو بنقتنيها بالعيد، ممكن أنا أخطط لها وأجيبها مسبقا قبل العيد بأسبوع مثلا، بحيث إنه أنا أتجنب زحمة الأسواق وما أزحم الناس الآخرين اللي يعني ممكن بحبوا يروحوا يتسوقوا قبل العيد بيوم أو شيء زي. حلو كثير. طيب إذا عم نحكي نحن عن تسوق العيد، بدنا نتكلم في يعني نحن بآخر أيام رمضان، شو لك متب ألف خير. كثير أشخاص ضاع وقتهم كثير برمضان، يعني عملوا تسويف كثير، خلص أنا بعذر إن شاء الله بعد العيد بدي أعمل بدي أساوي بكذا. هذا الوقت اللي ضاع منا يعني بهذا الشهر، يعني أكيد إذا كان في عبادة فيعطيهم ألف عافية، لكن إذا كان في نوم فهي مشكلة كانت كبيرة حتى يمضوا ساعات الصيام. برأيك العلاج، يعني نحن اليوم يعني وداخل رمضان أيضا وداخل العيد أيضا حيضيعوا وقتهم أيضا، كيف نحن بدنا نستغل أيام العيد؟ كيف بدنا نستغل أوقاتنا وواجباتنا الاجتماعية وننظم وقتنا بالعيد؟ يعني الدارج في العيد أنه الناس بتروح بتعايد على بعض، ويعني بتوقع مجتمعنا إحنا الأسر كبيرة أو العائلات كبيرة، بكون عدد أفرادها كبير. فكرة حلوة أنه إحنا بدل ما كل شخص يروح يزور الأشخاص الآخرين ويتبادل الزيارات وأشياء زيك، وبالتالي ثلاث أيام العيد بتبطل كافي بالحالة هاي، ليش ما نجتمع مثلا كلنا، نتفق أنه نجتمع كلنا الأسرة أو العيلة في مكان عند كبير العيلة، الأب مثلا أو واحد من الإخوان أو حتى في صالة، بحيث أنه الكل يلتقي مع الكل والكل يعايد على الكل في ساعة أو ساعتين، بدل ما إحنا نضطر إنه نلف عمان كلها أو الأردن كلها وإحنا نمر على بيت بيت. فهي إحدى الأشياء اللي ممكن نستغلها في تنظيم الوقت، فهي بنرجع برضو كمان مرة للتخطيط، التخطيط المسبق. حلو. طيب خلينا نتحدث عن سيدات المنازل، ويعني العديد الآن من المشاهدات اللي دا يتابعونا، خلينا نتحدث إنه كيف لسيدة المنزل أن تدير المشاريع أو تدير عفوا الوقت، وهل ممكن إيجاد مشاريع لها ضمن يعني مثلا وجودها في المنزل تستثمر وقتها فيها؟ بالضبط. هو طبعا ستات البيوت الله يعطيهم ألف عافية يمكن عندهم المسؤولية الكبيرة العظمى فعلا، اللي هي العناية بالبيت والأطفال، وهي مسؤولية مش سهلة أبدا وفعلا تستهلك من الوقت. فعملية تنظيم الوقت والتخطيط لإيش بدها تنجز هي في يومها أو في أسبوعها بجوز بتهمها بشكل كبير جدا، يمكن أكثر من غيرها. من ناحية المشاريع فكثير من السيدات وغيرهم طبعا عندهم أفكار حلوة وبسيطة وممكن تطبيقها ويطلعوا بمشروع بزنس صغير هيك، ممكن يدر عليهم دخل جيد يساعدهم، وممكن حتى يكبر ويصير بزنس ضخم وعالمي. زي مثلا عمل الحلويات في البيت او الهاند ميد اللي هي الاكسسوارز الخياطه الاشياء زي هيك. فبالمناسبه يعني احنا هاي حبيت اذكر بس انه احنا ان شاء الله بعد العيد بشي ثلاثة اسابيع في 24/8 باذن الله طارحين دوره تدريبيه عنوانها إدارة المشاريع الشخصية والصغيرة. هي عبارة عن 20 ساعة تدريبية بتعلم الأشخاص كيف يخططوا لمشاريعهم الشخصية اللي حابين يعملوها وكيف يدوروها بشكل صحيح بحيث أنه يحققوا درجات أعلى من النجاح. نحكي عن هالدورة، يعني اليوم ربة المنزل بحاجة لهالدورة أكيد، لحتى يعني أكيد تنظم وقتها ما بين البيت وممكن عندها ممكن أعمال إبداعية بداخلها لكن مكبوتة. هاي الدورة هي اللي ممكن تعملها أو تخضع لأي دورة معينة، دي ممكن تساعد ست البيت لحتى تنظم وقتها. هي الدورة هاي بتعلمها بعض المبادئ والأساسيات اللي ممكن تساعدها تخطط
تخطط لمشروعها، أو حتى ممكن تساعدها في تخطيط وقتها وحياتها وتنظيمها بشكل عام. يعني حتى لو ما بدها هي تعمل مشروع من البيت وتصير مثلا يكون مصدر دخل إلها، هي ممكن تستفيد من المهارات اللي إحنا بنطرحها وبنناقشها في الدورة في تنظيم حياتها بشكل عام وتنظيم وقتها وتعاملها مع الأطفال، تعاملها مع الأسرة بشكل عام وأشياء زي هيك. طيب خلينا نوجه يعني أهم النصائح والإرشادات لجميع المشاهدين حول استثمار الوقت. في بعض النقاط طبعا هي يعني كثيرة جدا، بس بعض النقاط اللي حبيت أذكرها يمكن أول شيء أو أهم شيء، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. كثير منا بكون عنده مهمة مرات بتكون صعبة شوي أو مملة يمكن، فبنضلنا نسوف نأجل 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 بكرة بعده بكرة بعده، بعدين بصير عندنا الوقت مش كافي إنه ننتهي من المهمة هاي. الأجانب عندهم مقولة بيحكوا eat the frog، يعني ابلع الضفدع. الضفدع شيء يعني الواحد يأكل ضفدع مش كثير حلو، فمهمة بتكون شوي بايخة أو مزعجة معلش اعملها، واعملها اول شيء حتى خلاص تشيل العقبه، شيل العقبه هاي من امامك بالضبط. فعمليه لا تؤجل عمل اليوم الى الغد مهمه جدا. لازم نحدد اهداف واضحه ونحدد اولويات بين الاشياء اللي بدنا احنا ننجزها خلال مثلا السنه او الفتره الزمنيه اللي احنا بنحددها لنفسنا. لازم نخطط لها. يقال انه كل دقيقة احنا بنستثمرها في التخطيط بتوفر علي 10 دقائق في التنفيذ. حلو. فبدل ما انا ابلش انفذ بفكرتي او بمشروعي من غير تخطيط وبالتالي اهدر الوقت، انا بكون استثمرت سابقا في التخطيط ووفرت على حالي الوقت أثناء التنفيذ. بس يعني عندي مداخلة صغيرة. موضوع التخطيط يعني مو كل الناس تعرف تخطط، يعني أنا واحدة من الناس ما أعرف أخطط مثلا، بعدين يعني يمكن أترك الأمور تجي مثل ما تجي، يمكن أخطط الفترة قصيرة جدا لكن إني مثلا أقدر أخطط صعب. فيعني ما أعرف إذا عندك نصائح يعني ممكن وجهها للمشاهدين إنه حول موضوع التخطيط هو نفسه، يعني إنه هل ممكن أنت تستعين أحد يساعدك في إنه مثلا يعني إنه مثلا تخطط لموضوع معين، أم إنه لازم إنه أنت تعتمد على نفسك في هذا الموضوع؟ أكيد طبعا في كثير من الناس ممكن يساعدونا بخبراتهم وبمهاراتهم في التخطيط بشكل عام أو بمجال متخصص، ولاد الحلال اللي بحبوا يخدموا الناس كثار موجودين طبعا. حلو كثير. بفيد جدا إنه يمكن أنت لازم تحضري معنا الدورة هاي اللي إحنا بنحكي عنها بما إنه أنت بتعاني من التخطيط. في دورات كثير طبعا بتعطي بعض الأساليب أو المهارات اللي بتساعد الشخص إنه ينظم أفكاره أولا، ثم يعمل تفريغ للأفكار على ورق ويبدأ يخططها ويرتبها بتسلسل معين بحيث إنه تكون الأفكار نفسها ترتبت، وبصير زي التشيك ليست يمشي عليها واحدة واحدة، كل مهمة إلها وقت معين بإنجازها وكل مهمة شو الخطوات اللي أنا لازم أتبعها حتى أوصل للنتيجة. حلو كثير. طيب خلينا بس بشكل سريع نكمل بقية النصائح اللي كنا بنحكي عنها. لازم تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك حتى تستثمر نقاط القوة طبعا وتعالج تتجنب نقاط الضعف أو تستعين بناس اللي يساعدوك على أنه تتخطى العقبة في نقاط الضعف هاي. مرات إحنا لازم نحكي لا، نرفض. وهي يمكن بيعانوا منها كثير من الموظفين، انه رؤسائهم او زملائهم يثقلوا عليهم بالاعمال دائما بيتكلوا عليهم. فانت لازم تعرف متى لازم تحكي او ترفض مهمه معينه، تحكي له انا مشغول فعلا، انا جدولي خلص اكثر من هيك ما بقدر استوعب. تمام. طبعا في لها اساليب عشان ما يتحمل اكثر من اعباء العمل الاضافي بالضبط، وبالتالي بتعطي نتيجه سلبيه. نعم. فوض الاخرين، مش كل شيء لازم اعمله انا بنفسي. وهي بتنمي اصلا روح العمل الجماعي والفريق. فانا اذا بقدر اعتمد على احمد او على جمان في مساعدتي في جزئيات صغيره مثلا من المهمه الكبيره هاي، هذا هو المشروع اصلا. هيك احنا المشاريع بنتم، مش شخص واحد هو اللي بيعمل المهمه كلها. تماماً. لازم نتجنب مضيعات الوقت تماماً. اللي هي التليفون لما تكون في اجتماع ولا تكون بدك تركز على مهمة، اغلق تليفونك يا أخي عادي جدا. التلفزيون، الانترنت. نعمل فصل وتركيز على الشيء المعين بالضبط. ولازم طبعا برضو يكون عندك قناعة
بمنتوجك. يعني في بعض الناس مهما عمل بده يكون بيرفكت, بده يكون هو يوصل لدرجة الكمال, وبالتالي بيكون ما عنده قناعة في اللي أنتجه وبضله يعيد ويعيد ويعيد ويزيد. تماما. نحن بنشكرك أكيد على هالمعلومات الرائعة ولهالموضوع المميز جدا عن موضوع إدارة الوقت. نتمنى إن شاء الله على الجميع, الشباب, النساء, وحتى أيضا المتقاعدين يعني كبار العمر, إنه ينظموا وقتهم بشكل صحيح. شكرا لك المستشار أول في إدارة المشاريع الأستاذ فهد سعادة, شكرا لك ونهارك سعيد. أشكرك جدا وكل عام وأنتم بخير, وإن شاء الله يعني زي ما تفضلت الجميع يستفيد من تطوير نفسهم بأنهم يصيروا يخططوا أحسن ويديروا وقتهم أو يستثمروا وقتهم بشكل أفضل. كل عام وأنت بألف خير وشكرا جزيلا لك. نعم الله يخليك. مشاهدينا الكرام, تقريرنا